صباح الخير. أنا يومي صعب يبدأ أو استوعب أي حاجة في العالم إلا بعد فنجان القهوة. ده مش حالي لوحدي، ده حال ناس كتير. تعرفوا إن القهوة هي ثالث أكتر مشروب في العالم بعد الشاي والمية؟ شكراً. بتختلف أذواق الناس في شرب القهوة، ناس بتفضل القهوة تشربها ساخنة والبعض الآخر بيفضل يشرب القهوة باردة بإضافة الحليب، وناس كتير بتفضل شرب القهوة العربي. فوائد القهوة كتيرة ومتعددة، بحسب دراسات كتير بتقول إن القهوة غنية جداً بمضادات الأكسدة وبتنشط العقل وكمان بتساعد على الوقاية من الصداع. فنجان قهوة واحد قبل ممارسة أي رياضة بتخلي الرياضيين يحسوا بانتعاش وحيوية. والناس اللي بتحافظ كمان على شرب فنجان قهوة يومياً يمكن أن يحمي نفسهم من الإصابة بالسرطان وكمان السكتات الدماغية. وكمان بتساعد في انقاص الوزن وعدم الاصابه بالزهايمر. كده اقدر اقول صباح الخير جدا وابدا يومي وانا كل نشاط وحيويه.